السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما مواضيع عن السلاكة وما تحتاجه السلاكة. يعني اليوم راح نتكلم في عجالة، يعني موضوع خفيف ظريف على الحسون بتاع القفص والحسون بتاع السلاكة في الشتاء. يعني نبدأ بحسون القفص. حسون القفص خاف عليه في الشتاء، لأنه عادة ما يكون في دكان أو يكون في غرفة في الدار في المنزل، يعني درجة حرارة تختلف على درجة حرارة الخارج، يعني خارجية، يعني باش تخرجوا في جو كيما هكا لازم تحسب له 1000 حساب، فاهمين؟ كذلك الاستحمام، احنا قلنا نستحم في الشتاء في الخريف في الربيع، دوك نجيو للسلاكة. مي حصول القفص، حصول القفص يحب هذا تطلع عليه الشمس، تجي شميسة نهار شميسة، خلي داخل غرفة النافذة تاعك تطلع عليها الشمس، حط واحد النافذة حطو يستحم في، يعني باش ما يقيسو حتى تيار هوائي، باش كاو أو شغل يختلف عليه. بالعكس عن السلاكة، السلاكة لا تخاف، يعني هاك تشوف درجة حرارة تاع البرا هي تقريبا نفس الداخل، مع مراعاة أنها مغطية لهنا برك، باش ما يكونش تيار هوائي كبير كيما الخارج. ثانيا استحمام، ها استعمام راهو دائما وابدا كيما نقولوا، استعمام تاعهم دائما او ابدا. الاستعمام تاعهم بالنسبه للتغطيه ولا ذاك، الحسون في السلاكه مش كيما القفص. القفص قاعده تخرجوا برا وديروا عليه بابي اسمه بلاستيك هذاك، وتقعوا شويه تنفس حمايه من البرد وذاك، معليش نورمال ما كاينش مشكل. مي في السلاكة المساحة الله يبارك، شوف السلاكة اللي عنده سلاكة كبيرة كيما تاعي ما شاء الله، أو أكثر من تاعي وبلا أقل من تاعي، الحسون راح يتحرك بكل حرية، يعني راح يحرق طاقة في فصل الشتاء هذا، يحرق طاقة يحرق، يعني يسخن يسخن، يعني بالدارجة اللي نعرفوها حنايا اسمها باللغة اللغة مفهومة حسون رياضي سبورتيف، يعني يتحرك بزاف، صوت يطير مسافة كبيرة يحرك فيها حرق. على هذيك في فصل الشتاء في القفص تعستوا الاكل تاعو، يعني مواد زيتيه باش ما يتشحملكش، لانه حسون قليل الحركه، قليل الحركه. اما في السلاكه انا نعطيه كل شيء كما نقولوا حنايا البذور تاع عباد عشاق، نقولوا عشاق الشمس حنايا، نقولوا كاش ما تقولش عباد الشمس، التسميات احنا ما قلناش عباد الشمس. البذور السوداء هذيك بار كونتر في القفص تعسها له، مي هنا حط له واش تحب، حط له فلتر، حط له واش تحب، يعني هات ما عندك. انا حط لك كاسكروت هاو كاينه، هم ياكلوها ما يخليوهش، تقول لي يخليوهم، هات برك هات ما عندك، ما دام يتحرك ويزغط بزاف ما تخافش عليه. كذلك النباتات، كمثلا في حسن القفص تعستوا تراعي له النباتات، عاد عنده اسهال مثلا ولا حاجه جدران، يعني كما نقولوا حنايا وذاك، تنحي له النباتات كامل. بيسك القفص قفص زي القفص، حتى من الحسون نقول انا بالنسبه لي انا ما عرف حاسبي ولا يقلقوا. مي سلاكة سبحان الله العظيم ما تخافش، يعني ما تخافش في الشتاء، لا طارت وخفت وصوتيت ونكست، تحكي بشي بلاستيك خفيف برك، بلاستيك خفيف تقفل به الجهه هذه مثلا كيما ندير هنايا، والله يتنفس نورمال وبارد الحال على الكيف ما شاء الله. ظلي هذا ما عندي ما حنقول اليوم. السلاكه تعطيه واش تحب في فصل الشتاء، ما تخافش، هو باغي ياكل والله ما ياكلش تعود للحسون. مي في القفص تعسوا مليح، تعسوا تشحيم، تعسوا من ضيات هوائية، مي من 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 كل شيء، المهم تكون تتعب معاه. قفص السلاكة راهي تنحي لك، يعني نقول لك 50% من التعب تاع المقلي، والله أعلم وصبنا من التوفيق. فمن الله وما أصابنا من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.